السلام عليكم. بنبص كده بص على الاسئله بتاعه الانترفيو في الاوتوكاد. اول سؤال بيقول لك الاوتوكاد من الشركه اللي عاملاها طبعا اوتوديسك من غير تفكير. اللي بعد كده بيقول لك الاوتوكاد ده كان اول اصدار سنه كام؟ وديسمبر 82. هاو ميني ورك سبيس ار افيلابل ان اوتوكاد. طبعا السؤال مش كده، هو هنا بيسال الافتراضي، بس انت تقدر تزود ورك سبيس زي ما انت عايز. هو الافتراضي ثلاثة: درافتنج و 3 دي بيزك و 3 دي موديلنج. ده بحيث ان انت تغير الواجهة بتاعت البرنامج تماما وتركز على الادوات اللي انت شغال بيها. فهو الاجابة الثالثة. which the following work space are available in AutoCAD. طبعا الثلاثة احنا لسه قايلينهم، فهتبقى all of the above. اخر اصدار ايه؟ طبعا اخر رقم 23. طيب which the following is the extension of AutoCAD drawing file. الاوتوكاد الافتراضي بتاعه دي دبليو جي. how many units are available in AutoCAD. هو بيتكلم على اليونت. لما تخش كده انا فاكر ان هم كانوا خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طيب بعد كده which key is used to option properties بلات ان اوتوكاد. كنترول 1 هي دي اللي بتفتح الشاشة بتاعت الخصائص. the scale SC اول حرفين. which the following is widely used to measure fluid FFMI. طيب لو انت عايز تعمل برر اللاين او تعمل دايرة اكبر، فطبعا مش هتستخدم امر كوبي ولا فليت، هتستخدم امر اوفسيت. بيقولك انا واحدة من دول بالشورت كات في الاوتوكاد. طيب انا عارف الت اف 4 وكنترول بي طباعة وكنترول اف 4، يبقى هي الت بي دي اللي مش من الاختصارات. the object should be select by select all method ولا vector method ولا cross window عشان تعمل سكراتش. عشان تعمل ستريتش، لو انت عايز تعمل ستريتش يبقى كروس ويندو. وات ار ذا ادفانتج اوف اوتوكاد. تمام، ما دام عندك اول اوف ذا باف يبقى تختار على طول. بتزود الجوده وتزود الانتاجيه وكريت دروينج ويز اكشوري اند كويكلي. بيقول لي اني امر من دول اللي ممكن يرسم ريكتانجل ان اوتوكاد. طبعا خد اول ثلاث حروف ار اي سي. What's the following command in AutoCAD used to create multiple viewport in the layout. انا اتذكر ان هو viewport. طيب بعد كده بيقول لي key automatically active the snap. object snap كان في 3 وفي 8 ده عشان تطلع فوق وتمشي تحت وهكذا. following command allow us to use the dynamic input. dynamic input كان في 12. What's the following set grid is used to design perspective. ال perspective كان الايزومتريك. الاوتوكاد اختصار لايه؟ اوتوماتيك كمبيوتر اي داتا. لا غلط. هي اي ديزاين او اي درافتسمان. كمبيوتر اي ديزاين سوفت وير از يوزد باي اول اوف ذا اباف. بيستخدمه المعماريين والمهندسين والرسامين وكله.